يقول أحمد بن المسكين البغدادي: كنت في بغداد في السنة 219 للهجرة، وكنت فقيرا معدما، وكان بيتي فارغا كأنه صحراء قاحلة. وكنت متزوجا ولدي طفل صغير، ولم أكن أملك درهما واحدا لإطعام عائلتي. وبدأت زوجتي تبكي من شدة الجوع، فزاد من ألمي وقهري. لذلك قررت أن أبيع البيت، فهو الشيء الوحيد الذي بت أملكه. ولم أستطع النوم تلك الليلة وأنا أفكر من سيشتري بيتا قديما متهالكا مثله. وبقيت على هذه الحالة حتى آخر الليل، وذهبت إلى الصلاة لعل الله يجعل من أمري يسرا. وبدأت أصلي وأدعو الله وأنا ألح في الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن يكون فقري في ديني، وأسألك اللهم النفع الذي يصلحني بطاعتك، وأسألك الرضا بقضائك، وأسألك الرضا بكل أمرك. ومر علي صديق لي يدعى أبو نصر الصياد، فسألني عن حالي، فأخبرته ما كان من أمري، فطلبت منه أن يجد لي من يشتري البيت أو يقرضني بعض المال كي أطعم عائلتي. فعمد إلى لفافة فيها خبز وحلوى وقال لي: اذهب وأطعم عائلتك حتى أجد من يشتري منك البيت أو يقرضني بعض المال لك. ففرحت باللفافة وأسرعت عائدا إلى البيت. وفي الطريق حدث شيء عجيب، إذ أوقفتني امرأة تحمل طفلها وأخذت تنظر إلى اللفافة، فقالت: يا سيدي، هذا الطفل يتيم وجائع ولا صبر له على الجوع، فأطعمه يرحمك الله. فنظرت إلى وجه الصغير فأشفقت عليه، فهممت أناوله اللفافة، ولكن تذكرت ابني فقلت: بل أصبر وأجري على الله. وناولتها اللفافة وهي لا تزال تدعو لي وتبكي، فخالجني شعور غريب، أكأن الجنة عرضت علي، وشعرت بتفاؤل عجيب. وسرت عائدا إلى المسجد، وكانت آيات الله تتلى من مكان قريب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فتوكلت على الله فهو حسبي ونعم الوكيل. فإذا بصوتي يناديني: يا أبا محمد. فالتفت إليه فقال لي: أنت لا تعرفني، ولكني أعرفك جيدا. قبل 30 عاما كنت تاجرا في البصرة، فوضع والدك أحمد المسكين عندي مالا، ولكنني أفلست ولم أستطع إرجاعه، فاستأذنته أن أبحث في الأرض في تجارة جديدة لعل الله يعوضني، فأذن لي. وبالفعل سافرت بالقوافل وأصلح الله تجارتي، وبحثت عن والدك لأرد له دينه فلم أجده، فلقد استخدمت أمواله بالتجارة وصارت أموالا كثيرة، وهي الآن كلها لك، فخذها بركك الله. وأزح عني كاهل الأمانة وبكيت وخررت ساجدا لله وأنا أقول: من يتوكل على الله فهو حسبه، فمن يتوكل على الله فهو حسبه.